أتضامن بكل ما أملكه من قوى ومن قناعة راسخة فيها بالأستاذات اللواتي تعرضن لاعتداء الشنيع والغير المقبول ببرج باجي مختار، وكذلك التعدي الغير المقبول وأستنكره بالأستاذات ببسكرة، واليوم فيه لجنة وزارية رفعت المستوى متواجدة اليوم صباحا وعلى رأسها المفتش العام على مستوى برج بادي مختار، وقد اتخذت إجراءات مباشرة يوم الأربعاء بالنسبة للأستاذات المتواجدات في برج بادي مختار، وستتبعها إن شاء الله إجراءات أخرى. وأنا على يقين أننا فعلا كلنا مسؤولون، لكن لابد أن نكون على مستوى الوعي